ومعنا عبر سكايب من عمان كاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل، مرحبا بك. إذا بعد الأنباء التي تتحدث عن إغلاق المتظاهرين شركة النفط ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين، كيف ترى الأوضاع في البصرة؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. من المعلوم أن البصرة حقيقة بركان يغلي لسبب واضح تماما، على أن شعب البصرة وأهالي البصرة علموا تماما أن كل الوعود الحكومية كاذبة، وبالتالي أصبحوا مستهدفين من قبل إيران وميليشياتهم المرتبطة بهم، تارة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب، وتارة أخرى بالاغتيالات، وآخرها اغتيال الغراوي بشكل واضح تماما. هذه الاغتيالات تؤكد على أن هناك نفس واضح وطريق واضح لأجهزة الحكومة والميليشيات المرتبطة بها باغتيال الناشطين المتظاهرين، وبالتالي هذه الاغتيالات ستستمر في مدينة البصرة، وما عليهم إلا النهوض بعملية التظاهرات بشكل أوسع من إغلاق شركة نفط، إنما أن يكون هناك حراكا حقيقيا، وأن تبدأ العشائر العربية في البصرة بحماية أبنائهم، لأنه حقيقة من الجريمة أن تمر جريمة اغتيال الغراوي وناشطين آخرون بطريقة واضحة، أن يقتل هؤلاء أمام أطفالهم. لذلك نحن نراقب ونقول أنه ما يجري في البصرة ستكون له تداعيات خطيرة وواسعة تماما، وأن الأهالي حقيقة سيتعرضون لإيذاء كبير من قبل ميليشيات إيران المرتبطة بهم. وبالمناسبة ناشطو البصرة أبلغونا بشكل رسمي أنه جريمة اغتيال الغراوي كشفت من خلال أن ميليشيات مرتبطة بحزب الفضيلة هي من نفذت عملية الاغتيال لصالح إيران. لذلك حقيقة هذه الميليشيات ستنشط، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك نشاطا حقيقيا، ويبدأ يعني هناك حراكا موجودا الآن داخل المجتمع البصري. هذا الحراك سيفضي إلى ربما تشكيل لجان شعبية لحماية أنفسهم من تغول الميليشيات، وهو الطريق الأمثل لحماية أنفسهم ومدنهم وأهاليهم وناشطيهم من تغول الميليشيات الإيرانية، لا سيما أنه حقيقة يجري الآن كشف بطريقة واضحة وباعتراف رسمي حكومي من خلال مدير شرطة البصرة بأن 80% من المخدرات التي تأتي إلى البصرة من إيران، وبالتالي هناك حقيقة نشاط واضح للاطلاعات والمخابرات الإيرانية داخل البصرة. يعني في المقابل لا تزال حملات استهداف المتظاهرين مستمرة، إلى أي مدى ترى أن الحل الأمني يمكن أن يغير الأوضاع في البصرة؟ الحل الأمني لم ينجح في العراق، وبالتالي عملية التصعيد ضد المواطنين العراقيين من أجل قمع آرائهم وقمع ما يطالبون من حقوق لم تجدي نفعا، فعلوها سابقا بكثير من في ثورة 25 شباط وفي تظاهرات أخرى وفي تظاهرات المحافظات المنتفضة الستة، واليوم تفعل في البصرة. كل ما يجري حقيقة من تصعيد أمني للحكومة هو هروب للأمام من المشاكل الذي هم أنفسهم أوقعوا أنفسهم والشعب العراقي بها، لأنهم لا يعتمدون على أنهم يبنون العراق، بالتالي هؤلاء هم من صنعوا المشكلة، والحلول الأمنية حقيقة ستفاقم الوضع، وبالتالي ستكون هناك ردات فعل حقيقية للشعب، وبالتالي لم يستطيعوا 15 عاما هم يقمعون الشعب العراقي، هل استطاعوا أن يلووا يعني الشعب العراقي ويحكموه بالقبضة الأمنية؟ هؤلاء غير قادرين على سوى على القتل والتعذيب، وبالتالي لهؤلاء المغدورين المعذبين أو المقتولين غدرا لديهم عوائل ولديهم عشائر، وبالتالي هذا حقيقة سيدفع باتجاه العمل الضدي أو العمل كردة فعل على ما يجري من خلال الاستهدافات الأمنية للمواطنين الأبرياء، وبالتالي هذه حقيقة ستؤدي إلى تفاقم الصراع وانهيار الأمن في هذه المحافظات من خلال مسك القبضة الأمنية للسلطة الحكومية. من أجل ذلك الأهالي في البصرة وحتى المتظاهرون والناشطون اتهموا جهات متنفذة كما قلنا بمواصلة استهداف المتظاهرين والناشطين، ولكن دائما ابحث عن المستفيد ما وراء هذه الميليشيات والأحزاب. من المستفيد من حملات الاغتيالات المتكررة ولا سيما في البصرة؟ من المؤكد المستفيد هو النظام الإيراني، لأنه كل ما يجري من ميليشيات ومن أدوات حكومية واضحة هي تريد أن تبقى هذه المناطق مرتعا للإيرانيون، بطريقة أنها ستكون
منفذا للتغلب على العقوبات الاقتصادية، وبالتالي ستكون معززا للاقتصاد الإيراني، وبالتالي هكذا ينظرون على أن المجتمع البصري والعراقي عموما على أنه سلعة ينبغي أن تكون هذه السلعة مستهلكة لكل البضائع الإيرانية التي تدر عليهم مليارات وملايين الدولارات. وقد رأيتم البرهم صالح الرئيس الحكومي في العراق عندما أعلن اتفاقيات ورفع سقف اتفاقيات مع إيران بطريقة مخجلة، بينما زار دول عربية لم يعلن من خلالها أنه سيجري عملية تبادل تجاري وارتفاع الواردات والصادرات بين تلك البلدان. هو تكلم كلاما معسولا، كلاما صحفيا في دول عربية مع أنها احترمته واستقبلته، لكنه ذهب إلى إيران ليعلن من خلالها تبادل تجاري. فلذلك المستفيد الأول والأخير هي إيران طيب. وأدواتها الحاكمة التي تعتاش على المال والدم العراقي. وهذا ما أكده حقوقيون وجود قوائم تصفية للناشطين سلمتها القنصلية الإيرانية لميليشيا العصائب بحسب هذه الأنباء. يعني هل ممكن إدانة إيران بعمليات هذه الضلوع بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين في محافظات الجنوب والمحاذية لإيران؟ بالتأكيد إدانة إيران واضحة، لأنه هؤلاء توعد النظام الإيراني عبر ملفاته الإعلامية أيام حرق القنصلية في إيران في البصرة، توعد بأنه سيحاسب كل هؤلاء الذين خرجوا وتبينت وجوههم، ومعلوم تماما أنهم جمعوا معلومات واضحة، وبالتالي إيران هؤلاء مرتبطون بإيران بطريقة مباشرة. لذلك إيران وأدواتها لابد أن يحاسبوا، وهم حقيقة هم الجاني بهذه الاغتيالات والتعذيب. وإذا لم يكن هناك موقف حقيقي للعشائر في جنوب العراق وللشعب البصري، ستزداد عمليات اغتيال الناشطين ومن أهالي البصرة الحقيقيين على يد ميليشيات العصائب وميليشيات حزب الفضيلة وميليشيات حزب الله، وبالتالي ميليشيات أيضا النجباء. هؤلاء كلهم حقيقة يعملون على تصفية، لكن كما تفضلت أنه أبرز التصفيات ستكون على يد العصائب و حزب الفضيلة، لأن هؤلاء متوغلين في محافظة البصرة بطريقة واضحة ومتوغلين بالأجهزة الحكومية. لذلك حقيقة إيران مسؤولة مباشرة عن هذه الاغتيالات، وبالتالي هي مدانة بهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة الآمنين وحياة الذين يتكلمون كلمة حرية كما يريدون ويطالبون بحقوق مشروعة لهم ولمناطقهم. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من عمان كاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل.